طيب مكملين مع حضراتكم ونجمنا الكبير وكابتننا الكبير حكمنا الدوري السابق كابتن رضا البلتاجي هيكون معايا طبعا دلوقتي هنتكلم في امور تهمكم تهم كل من بيتابع كره القدم المصريه والدوري المصري وما يحدث طبعا من خلال الشطه والبهارات اللي بتبقى فيها هو جزئيه الاعتراض على التحكيم كابتن رضا برحب بحضرتك كابتن رضا اهلا بيك كابتن محمد شطه وبهارات فعلا ها يعني هو التحكيم ماده شيقه طول عمرها مش بس النهارده يعني آه. على مدار من ساعة ما على الدنيا اه ومن ساعة ما شجعت كورة التحكيم هي المادة الأكثر إثارة امم يعني خلينا يعني كان دايماً في اعتراضات كانت يمكن أنا أنا فاكر أنا عمري والله ما اعترضت على حكم يعني أنا لا كنت اعترض بالراحة كده بسيط يعني آه. كانت بس آه. يا عمر ما تلاقيني يعني أنا أنا فاكر عمري مثلاً ما خدت مثلاً طرد, طرد. ما خدتش طرد ما خدتش إنذارين أو ثلاث إنذارات يعني أنا راجل كنت بتضرب دايماً باستمرار وخلاص بس لكن ما فيش اعتراضات يعني كان على التحكيم ولا انت فاكر ان انت كنت بتدي لي لا, لا 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 اديتني؟ لا 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 اوعى اتفضل. <لا لا تصفيق> مره انذار واحد بس اتفضل يا كابتن يعني التحكيم على مدار 10 سنين انا كمشجع كرة لما اقعد قدام التلفزيون كل احترام والتقدير لاخواتنا المحللين الفنيين وما اعظمهم وتاريخهم آه لعيبه دوليين او مدربين يعني انا كمشجع يعني عارف فيلم بتاع اكلت السمكه حتى راسها دخلت السمكه خلاص انا عايز اعرف فرقتي اتظلمت ولا ما ظلمتش انما انا معلش انا بتكلم عن الناس انا ما يهمنيش يعني طريقه 4 2 4 من من البريس من الضغط من الجناب مم. ما تفرقش معايا دي تهم يعني تهم قاعده قليله قوي من اللي هم شغالين في المجال مدربين انت قصدك ان المشاهد اللي بيتفرج يا كابتن هو قاعد مستني فرقته اتظلمت ليه عايز يدور على حاجه لكن مش فرقته اتلعبت حلو ولا وحش يعني سريع كده على المشي أوه. لكن تفاصيل التفاصيل احنا بنخش فيها يعني أوه. يعني احيانا كل الاحترام عشان ما حدش يزعل مننا احيانا نقعد بثلاث ساعات نتكلم في جزئيه في مصر نص ساعه اتكلم فنيا في وقت ممكن التحكيم انت بقى ايه هو انا عايز اسمع كلمتين ان ان الاهلي ظلم اه الكره دي جول وانا مش جول اه والزمالك اتظلم اه ومعظمنا ما عندناش عداله أوه. اللي بنطالب حكام العداله لان انا الخطا اللي انا ما بيعجبنيش هنا ممكن يعجبني بكره أوه. يعني نفس الخطا ما هو الجماهير دلوقتي تروح جايبه مثلا كوره مثلا للاهلي ما اتحسبتش اتحسبت للزمالك مثلا يعني بنتكلم مش ده رجعت ل 40 سنه فاتت اه انت بتتكلم من, أنت فتره طويله الديبه لما بس دلوقتي إيه أو... 40 سنه ما كانش فيه سوشيال ميديا وما كانش فيه يوتيوب يعني... وما فيش يعني دوكيومنتس موجوده يا كابتن يعني انا بعتقد ان احنا اسعد حظا من من الحكام دلوقتي اه و... والحكام <applause> اللي قبلينا <applause> اه الحكام اللي قبلنا كانوا بيلعبوا في الضلمه آه. ما كانش حد يحس فيه يعني الاهلي كان ممكن مثلا الزمالك يلعب الاتحاد في اسكندريه م. ما تتفرجش الاهلي بيلعب محله في محله نعرف نتيجه الساعه 7 وخمسة مع لسه العمر طويل ما تعرفش تقول... بقى ايه اللي حصل في الماتش آه. في كوره عمر لا لا لا, لا. آه. ما كانش في نقل آه. لما كان الاهلي والزمالك بيلعبوا في افريقيا يعني مثلا لغايه منتصف السبعينيات كنا بنعرف نتيجة لما رجعوا صحيح يعني يعني نعرف نتيجه صحيح. لما يرجعوا دلوقتي انت بتلقي ماتشات القسم الثاني والثالث احيانا بتتفرج عليه على الهواء حاجات جديده خد بقى نقول الجيل الحالي اسعد من حظا مم. لان مع العلم وتطور العلمي المفروض ان هم استفادوا بالفار وبالتالي انت جايبني عشان كده النهارده هنتكلم فيه اه هنتكلم لكن 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 آه. انت خلينا في الجزئيه الاولانيه يا كابتن وهي اللي هي الماده اللي انت بتتكلم عليها آه والشطه والمباريات اللي انا بقول انت دايما هو الحديث وزي ما أنت يعني وضحتها يمكن تحت لتحت كده إن الجماهير ما بتهتمش بجزء الفني لفرقها أكتر ما بتهتم حكم ظلم النهارده فريق ولا لأ. ده ده المحللين الفنيين نفسهم قاعدين آه بيسيبوا أحيانا الجانب الفني ويدخلوا في التحكيم. مم يعني قبل ما يدخل مثلا يعني المفروض نقول الخبير التحكيمي. آه هم بيبدأوا بالجزء بتاع التحكيم. بالجزء آه بتاع التحكيم يعني آه بناحي خاصه لو لو في حاجه مثيره للجدل مم. يعني هم نفسهم بيسيبوا جزء الفني وروح للتحكيم مم. فهي دي دي البهارات اللي انت بتتكلم عنها التحكيم هي الماده الاخطر اثاره هو الموضوع لغايه دلوقتي بنتكلم على الجول بتاع حسن شحاته والكابتن عبد الروف عبد العزيز لسه نعم كان ماتش اهلي وزمالك ده ولا ده دو ماتش دوري اه اوكي جون جون صحيح هو وكان يغير نتيجه الدوري نقل الدوري من 100 عقبه وداه للنادي الاهلي جول رايه خطأ أه. أه. بنالتي بتاع الديبه عليه رحمه الله أه. ابراهيم الدسوقي في النادي مع مروان كفاني أه. أه. مصر مشوفت على الجهة ده الدوري اتلغى واتحاد كره اتحاد أه. 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 الاهلي والمحله في المحله كان احمد شبير حارس مرمى وابراهيم النادي كان حكم الماتش أه. أه. الدولي حسب بنالتي صفر بنالتي للنادي الاهلي كان يجي منه هدف تعادل وبعد ما صفر حسب لقى رايه من الحكم المساعد اتصور أه. خرشد مم. فرجع للقرار الأول لغى ركلة الجزاء واحتسب تسلل الأهلي انسحب آه خد بقى أحداث بقى اتحل اتحاد الكورة واتحلت اتحلت الدنيا كلها اه والدوري اتلغى على على قرار قد يكون صحيح مم. وما كانش فيه وسائل مساعدة لا 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 ما كانش الكلام ده لا وهو كان قرار إيه؟ قرار صحيح بس هو مم. يعني إيه؟ اتأخر فرصة الرأي يعني ايه الكره معموله ناحيه الشمال الطبيعي نتقص هنا يعني م. لا بنالتي حسب بنالتي م. على ما جه نفيس لا الرايه هناك م. فالطبيعي ان التسلل قبل م. قبل ركله الجزاء جه يرجع القرار ما عجبش آه النادي الاهلي يلا بينا نروح كانت الدنيا زمان كان ممكن م. في حاجات على فكره بتحصل عندنا ما بتحصلش كويس عمر كابتن بلتاجي ما اخذ قرار وحاسس ان هو غلط اثناء اللعب وابتدى يتعامل بشكل مختلف في المباراه اه خدت لا خدت مش قرار واحد خدت اكتر من قرار بس انا كنت معود نفسي وحاجه م. وبنصح بيها كل حكامنا طبعا انا يعني أنا من شويه قلت لك ان دلوقتي هم اسعد من حظا عنده حاجه تلحقه انما احنا لما كنا بنغرق ما كانش حد يلحقنا يعني انا كنت اتمنى احكي لك يعني انا مثلا انا اديت سيد عبد الحفيظ مره انذار في مباراه فاكرينها فاكرها في حته بالظبط الاهلي بيلعب المحله في المحله وحسبت حسبت سيد عبد حسبت وبعدين بعد ما خرجت ايه اللي وقع بيمثل في نص الملعب مم. هي تسيب وقع انظر ده حسبت بنالتي لل للاسماعيلي كان بيلعب المقاولين كان بركات وبعد ما سافرت كان طارق سليمان حارس المقاولين يومها بادب كده كان بقى كابتن لا يعني مش بل... ولما شوفها تزعل شوف الادب ازاي وانا ايقنت لما شفت وش بركات كده يعني ضحك عليا وبتقول يا رب وفعلا ربنا لغتني وشاطي طلعت بره <applause> هو جري يعني اجابت طبعا حصل مخالفات بس انا ما صدقت انا نفسي كنت عايز اوكي لو في فار كان يلحق يلحقني وقع ثاني انا حسبته مرة مرة زمانك بلالتي الزمالك بسمعني اسمع انا لعبت كتير مم. فلما اتكلم عن هفوتين ثلاثة اربعة ماشي مم. تمشي مم. وبنالتي يمكن من بره وحسبتها من جوه مم. لو في فرزه هنا كده كان ممكن عشان كده أنا مش عايز بقى الأحداث وأبوظ الحلقة أنا 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 هتكلم في حياتك واحدة واحدة خلينا نتكلم في اه. النقطة دي عشان أقول لك الغرض إيه وال... والنصيحة إيه والدرس إيه طيب. <applause> طيب نطلع لفصل يا كابتن ونرجع نكمل لأن عندي أسئلة كتير لحضرتك في جزئية التحكيم لأن برضه أنا كنت لعيب كورة وعندي كده إحساس بالحكم في وقت من الأوقات دلوقتي لما بشوف الحكامنا وهما بيحكموا إن في بعض الأحيان لما بقول قرار غلط ببتدي إيه لإلا بصر على انا اقول ان انا ما برضخش مثلا لفكره اللي الغلط اللي انا عملته ان انا مثلا بفضل اقول حاجه غلط غلط او مثلا بدي حاجه تكون على الجانب الاخر عوض بصالح اه عاوة. بصالح الفريق دي طيب نطلع لفاصل نرجع نكمل مع حضرتك سياده المواطن ابن مصر يا حر ابن حب بعد التحيه والسلام رسالة. سياده المواطن ببلل سيادتك كلابه سعادتك لازم تيجي لما مصر هتقولك تعالى هيكملها لو شلتها أنا عارفك قدها وقدودها تشيلها ده انت من البلد اللي تمليت من جبرك طيب مكملين مع حضراتكم كابتن رضا البتاجي طبعا حكمنا الدوري السابق كابتن رضا سالتك سؤال اكيد فاكره لا نسيت نسيت أو... طيب <applause> يعني في بعض من الم... خلال مشاهدتي للمباريات بشوف بعض الحكام ممكن يحسبوا حاجه ويبقوا عارفين ان هو غلط او حاسوا انه هو غلط وبالتالي لا بيكملوا العند ان انا لا ما حسبتش غلط واحسب عليك مره تانية او ان انا برضخ ليه ان انا احاول اصالحك كفريق بمثلا حاجات ممكن ما تكونش اصلا صحيحه دي بتحصل في بعض الحكام بالنسبه للدوري المصري انا من وجهه بشوفها يعني ده بتحصل في الدوريات هل دي حاجه نفسيه للحكام ولا بتبقى ايه الموضوع يعني هو ميلا للعداله لكن انا ما انصحش الحكم بكده إيه لو اخطات م. اياك تحاول تعوض الخطا بخطا م. الاولى خطا قلنا عليه خطا الثانيه بقى تعوض الخطا يعني انا اديت لك وده وده عيب من عيوب التحكيم المصري والعربي عامه اوكي ان احنا الفرقه إيه اللي, اللي بنتعاطف مع الضعيف م. لا انا انا لو انا كسبان 5-0 وجالي جول سادس قوي نعم او بنخاف من القوي لا دي لا ده نقطه ثانيه هجيلها بقى أوه. لا أصلاً دي عشان ما اخرجش عن سؤالك طيب دي نقطه ثانيه لا احنا مش بنخاف من احنا بنتعاطف مع الضعيف م. بتخاف ان القوه دي موجوده دي ده هرد عليها في سؤال ثاني تمام لا انا عايز اقول لك لو فرقه كسبانه خمسه م. وليها بنالتي اديلها بنالتي تمام طردت لعيب واتنين وفي لعيب تالت يستحق طرد ما تقولش ما تطردش لعيب من هنا والدور على لعيب من الناحيه الثانيه عشان تعمل توازن شوف التوازن كارثه انت مالكش اي دور انت جاي اللي بتشوفه حسابه خلاص انتهت ربنا اكرمنا بتقنيه حديثه وبالعلم مم. ودخلنا الفار مم. يبقى خلاص نستفيد منه ودي حقيقه انا شخص عمل عمل عملت مفروض مفروض انه يعمل طفره مم. بنسبه كام يا كابتن يعني؟ يعني الفار وان كان طبعا كان في بعض الكلام عليه ان هو في أماكنه، في كاميراته، في بعض التكنولوجيا اللي موجودة دي، مش هو اللي 100% زي ما احنا بنشوف في أوروبا ما فيش حاجة 100%، مي. حتى في أوروبا ما فيش 100%، مي. إنجلترا ما فيش 100%، مي. مفي... في العالم كله ما فيش 100%، ما مي. فيش حاجة 100%، مي. أنت لو بتعمل عملية أعظم طبيب بيعمل عملية بسيطة في وارد نسبة خطأ. ما فيش حاجة كمان لله وحده. أيوه كابتن بس احنا، احنا يعني بدون ما نقطع كلام حضرتك في الجزئية دي، احنا المشاكل زادت ما قلتش. يعني لا لا ده مزددش. من خلال اللي احنا بنشوف ما زدتش المباراه اول من يومين ثلاثه احتسب بمساعده الفار اربع ركلات جزاء ده ماتش اسماعيلي م... انا انا ذكرت زك... كان... على الذكرى انا عجزت فاروق كان الاسماعيلي اه الاسماعيلي والمحله تقليل. طيب يعني الفار ساعد ركله جزاء قرار مؤثر وحاسم طب اقول لك حاجه بقى انا لاحظتها في الماتش ده اتفضل ان كابتن محمود عاشور ما راحش ولا مره للفار عشان يشوف الكره دي ضربه جزاء ولا لا أوه... هو وهو الفار هو اللي بيحسب من بره لا راح مرة ثانيه مرة مرة من أو مرتين لا مرة كده خلاص ممكن أنا بقى أنا هي ما أنا بقول لك أهو أنا, أو أنا ي... شغوف أول هاندبول والشهر ده أنا لسه جاي حالا الملعب لا أنا متابع آه. متابع لكل لكله فيعني أنا جاي من الملعب حتى كنت بتفرج على قطر والأرجنتين وال... آه. وال... أنا... آه. قطر صعدت آه. فالمصري ده تحديدا ما تابعتوش آه. 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 انا اللي قصدي ان كابتن محمود عاشور ما حسبش اصلا في ولا مره ضربه جزاء خلين يعني خليني بس عشان ما اقطعش السؤال لك اتفضل بس ارجع للجزئيه دي لان دي مهمه ان احنا الفار لما انت يساعدك يلاقي لك مخرج في اربع ركلات جزاء مم. ده 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 شيء عظيم ماشي وهو ما صفرش ما صفرش اصلا ضربه جزاء انت عارف كده؟ مش مش متذكر تفاصيل ايه بس مم. عايز اقول لك انت خدت اربع قرارات قرارات حاسمه في مباراه واحده باربع ركلات جزاء لا الفار عمل حل كتير أو مشاكل تمام ده انت عارف لو لو مش الفار السنه دي مم. كان آه عشان كابتن احمد مجاد ما زعلش بس كان اتحاد الكره اتحل ثلاث اربع مرات مم. كانت لجنه الحكام صغيره ثلاث اربع مرات كده لا ده, ده انقذ كتير مم. في اخطاء بقى ثانيه مع الوقت تتصلح يعني مع الوقت ان شاء الله تتصلح لان هي برضه حدث حديث يعني حدث جديد لسه الحكام ما, ما وبعدين كمان العدد قليل يعني العدد الحكام اللي عندها رخصه قليلين انا ممكن اديك ماتش النهارده وبعدين اديك بكره ماتش مش عارف حتى عقبك لما تيجي تغلط لان محتاج لك لا الفار عمل عمل طفره خليني بس على سؤالك الحكم لما أوه. يخلط اياك تعمل توازن انا كنت دايما بقول كلمه كده حتى يعني اتذكر الهادي خشبه يا حاج قال لك كابتن هون عليك كنت اقول لنفسي اللي انت شايفه حسوي اللي انت شايفه انا يعني لما احس ان انا في ضغوط عليا ما انت في في ملعب ضغوطة. ضغوط ضغوط جماهير ضغوط اجهزه فنيه بس ما فيش جماهير دلوقتي معاك حاجه لك معا. الطبيعي ده برضه من ضمن دواعي سعادتهم ان هم بيلعبوا مصيف في مارينا في الجونه <applause> 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 حضرتك ازاي الناس تكون يعني ف ما ضغوط العمليه سهله بالنسبه له <مم>. فانا اللي انت شايفه حسابه اللي انت شايفه حسابه لان خاصه لو انت ادركت ان انت غلطت حسبت ركله جزاء هنا ما ضربش ركله جزاء ثاني هناك اديت ان انا ما ضربش راحت هنا وده دي ده عيب قبيح يعني اللي انت شايفه حسابه خلاص انتهت <مم>. مع زياده الحكام سواء في الملعب او في الفار او مساعدين ان شاء الله زي العيب كابتن لما يكون عندك التلعيب راس حربه لوحده مش حد عندك يخوفك الدلع يا خبيزه بقى انت عارف مثلا الع... لم... ما في... ما فيش حاجه تانية دل... هيدلع لكن لو فيها قاعده عندك حد زي النادي الاهلي اللي بره زي اللي جوه ممكن اقوى مم. فانا بلعب خايف على مكاني نفس الشيء للحكم العدد آه... قليل مم. انا هلعب الاسبوع ده وهلعب الاسبوع الجاي و... ومحدش هيعاقبني 54 حكم يا كابتن 21 حكم ساحه وانت عندك ياسر شغال شغال صواريخ آه. جاهز جاهز. ما مثلا عشان نقول للناس ان عدد... العدد قليل عدد قليل. يعني آه عدد قليل يعني عدد قليل لكن برضه هرجع في الاول والآخر اقول لك التحكيم قياسا بتدريب مم. وبالعيبه مم. المستوى التحكيم ما, ما يقلش على العيبه الا ما يكون يزيد تمام طيب ما دام احنا بقى اتكلمنا في جزئيه التحكيم بيانات اللي تصدر عن الانديه وبالتالي اتحاد الكوره بيطلع بيان بيدافع عن الحكام طب ما هو اصلا اتحاد الكوره اصلا انا بشوف من وجهه نظري هو سبب المشكله مثلا في موضوع قرار خاص بالشناوي ثم الرجوع ثم بعض الامور اللي بتحدث بعد كده في المباريات سواء الاسماعيلي او للزمالك فبالتالي كله بقى بيقول لك ايه طب انا بقى ايه هعمل زي النادي الاهلي في بياناته الخاصه بيه يعني خلينا نلتمس شيء من العذر نقول للكابتن احمد مجاهد يعني انت برضه لما يكون في اتحاد منتخب مم. سبعة ثمانية عشرة موجودين قوه لكن آه يعني احمد مجاهد واحترامي لزميلاله الشباب لسه صغيرين واعدين لكن هو شايل شايل الليله كلها مم. يعني عليه ضغوط كام ده عليه عليه كتير مم. لكن في الجزئيه دي تحديدا انا احب باخد قرار ما ارجعش فيه مم. وقرار يطلع زي التحكيم يعني خدت قرار مم. بس لو غلطت ارجع فيه طيب هو السؤال يا كابتن طبعا كل الناس يمكن تبقى عارفه انا مذيع اه ومحايد لكن عارفه انت ميه؟ فكره ان انا ما باجي باخد قرار خاص بلاعب بايقافه او مش برجع لل... لللايحه لل لل الخاصه بيه وارد ان انا ارجع في القرار ده نتيجه ايه لا لا لو أيقنت هو انا لو مثلا انا بلعب مصر ومعايا مساعد داني رايه, رأيه خاطئه مم. وأنا أتصور ليا الماتش في أسوان وأنا وأسوان من, من, من 30 سنة وحسبت جون مؤثر بالراية والمساعد أداني رأي بتسلل وأنا قلت لا م. فأنا لما أكون أنا أنا صاحب القرار أنا الراس كبيرة وعندي حد للي 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 من المساعدين خد قرار برجوع للوائح لقيته خطأ من حقي أنا نعم لكن برضه أنا رجع وتحديدا في الجزئيه دي مفروض القرار ما يطلعش الا اذا كان فعلا صح صح من يعني البدايه اه ما يطلعش صح مم. لان كده بناء على ايه يا كابتن بقى؟ ليح. بس. لا لا بناء على من البدايه ايه؟ ان الحكم بيكتب تقريره ولا انذار ولا طرد؟ هنرجع مثلا انا بتكلم على موقف شناوي خلي بالك هو موقف شناوي هو اللي بيؤجج الفتره اللي فاتت ما بين الانديه والاتحاد بعد ما تم تخفيض العقوبه خلي بال حضرتك ولا معايا مش معايا في الجزئيه دي بس يعني اؤكد على حاجه شيء يذكر ان انا اتقال على لساني ان انا انا طلبت انا شخصيا رضا رده طلبت طالبته ايقاف الشناوي لكن انا انا وقتها في احدى قنواتي اتكلمت وطالبت ان الحكم ياخد موقف يعني انا ما عجبنيش ان الشناوي راح مسك الحكم انا بس يا كابتن فاروق انا اتسامح واتغاضى في اخطاء الحكام التدريبية كلها دي بنالتي مش بنالتي ماشي دي بره جوه ماشي تسلل سابق بجزء من شعره حته من ركبه ماشي لكن في حاجات مش قادرية يعني لما تيجي تشدني لا القاضي ليه هبه ليه مكانته مم. انا بلوم تحديدا مصر دوت كان الحكم محمد سلامه موقف واتصور لجنه الحكام المتحده الكوره خد مع, مع الحكم شخصيا اتصور انه خد ومخد... مع موقف اوكي لما يحصل حاجه زي كده انت كنت شلت عن اتحاد الكوره لا تعال تتعامل مع العيب وفقا للموقف سواء بقى بالانذار او بالطرد ما تسيبش أنت عارف واحد معاه حتة حشيش وراح رميها في رميها لك؟ م. هو كده، هو راح رميها عنده حتة حشيش لما اتحاد الكورة، لكن هو لو خد قرار في الملعب وقانون اداك الحق م. أو اداك الصلاحيات م. تدي إنذار أو تدي قرط أحمر كان اتحاد الكورة اتعامل مع 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 بالعقوبة وفقا لقرارك أنت مش هيدور بقى في في أوراق طب نديله مصر طب نديله أربعة. هنا أنا بقول الحكم ودي اللي أنا أعاقب الحكم فيها يعني انا شخصيا لو مسؤول في الحكم لا هنا كان لازم تاخد موقف ما خدش موقف فساب حد كرة اربعه لا واحد لا اثنين اثرت شيء من من الكتل عموما يعني حقيقه يعني اشيد باتحاد كره اليد النهارده قاعد الموقف ده في في كره اليد جريمه اللعيبه أنا طبعا يعني خلينا نحي بقى سواء شناوي أو مم. أو عبد المنصف أو مم. أي حد تاني المواقف ده ما يحصلش في ملاعب كرة اليد بالمرة مم. عشان كده كرة اليد النهاردة بتلعب صعد دور ثمانية وإن شاء الله هيفرحونا وصلوا دور الأربعة الدكتور حسن مصطفى عمل من كرة اليد حكم كرة اليد سلك كهربائي مكشوف اللي يلمسه يموت يكهرب الكلام ده ما بيحصلش هناك خالص مم. يعني اللي بيحصل هنا دي مم. على خليني برضو بالمناسبه ابني كان حكم كوره وتحول في الهندي بول وحكم قري وماشي كويس مرتاح لما كان يروح زمان ماشي خصم رابع كوره كنت بقعد مرعوب عليه مم. دلوقتي خلاص دي, دي اصعب ماتشات الاهلي والزمالك وانا مطمن ما فيش ما فيش ناس بكرامه حكم كره اليد مم. منظومه كره اليد منظومه محترمه عشان كده احنا في دور الثمانيه ان شاء الله هنتجاوز الدرمارك ونوصل دور اربعه وعندي سقف طموحنا وصل لفوق والله يا فاروق منظومه رائعه انا قاعد هناك على طول طبعا اتابع حاجه جميله ان شاء الله إيه ان شاء الله ماتش إيه الدنمارك يكسب الوزير نهني كابتن هشام نصر طبعا كابتن حسن مصطفى حاجه تفرح مم. وكان نفسي بالمناسبه الاقي في الملعب 2000 3000 مشجع انا بسال الدكتور حسن مصطفى قلت له يا دكتور يعني تعاقبنا تعاقبنا على طول هو يعني على راس المنظومه الدوليه تعاقبنا او ايه لو تسرب 2000 مشجع والله قال لي كلمه كانت قال لي نخسر سمعتنا او نخسر مصداقيتنا كلمه حقيقه يا اخي طبعا انت بتمثل بلد آه كبيره وعايز انا امبارح خارج ماشر. من الماتش بتاع بتاعنا امبارح يعني اللي صعدنا بالتعادل زوري رايح انا شفت احد الوزراء السابقين قاعد ورا مني بيلعب كره يد لا مش بيلعب هو وزير الاستثمارات السابق او اه يعني كأنه هو بيلعب هو. لا 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 انا فوجئت بيه عفوا آه. آه. لعيب مشجع طفل آه. عمال يتنطط احيي الوزير يعني. خالد نجم وزير الإتصالات ص والله جميل جميل فا يعني باكد لك ان الهاندبول منظومه رائعه باحترام القوانين تمام هي احترام القوانين كابتن وعلى كل وعلى الكل طبعا اه وعلى طبعا على الكل طيب حضرتك في من لجنه التحكيم انا لا انا انا اسمي يعني انا حقيقه ليه كنت... ما بيتمش الاستعانه بكابتن رضا؟ لا ما حدش يعني ما هو دي مش ليه السؤال ده؟ اه مش ليه؟ مم. مم. يعني التحكيم انا زي مصر ان هو برضه رغم المشاكل او شويه الشطه اللي انت بتتكلم عنها دي لكن التحكيم مش كويس في ظل الظروف دي مم. قياسا باللعيب بال بال بالكرة نفسها مم. بالتدريب مش كويس أم. انا يجي اخواتك اكيد اكيد كله ليه ليه وقته ولكن هي نقطه في ايه كفاءات هي نقطه الكفاءات كل طبعا كل احترام للكابتن طبعا وجيه موجود دلوقتي مفروض اكيد اه اه وقبل كده كابتن جمال غندور طبعا من الناس المحترمه ده يعني وجيه يعني. اسمه جمال أوه. تاريخ م. عايز اقول لك بس جمال يعني ما ننكرهاش م. جمال الحكم الوحيد مش في مصر في العالم م. الحكم بطولات الدنيا كلها والله م. اه يعني جمال حكم اه اتنين كاس عالم م. جمال حكم اربعه امم افريقيا حكم أم اسيا الوحيد في العالم اللي من خارج اوروبا الحكم حكم اوروبا فجمال م. تاريخ يعني جمال عنده كتير قوي نقدمه للتحكيم انا بس انا جمال قاعد على القهوه ومالوش اي دور فكان علينا انا يعني <applause> لا بس ده الدور يا كابتن الدور في الناس القامات اللي التحكيم والله حكامنا السابقين الدوليين يعني طيب وانت جبتني في حته بقى مهمه ان كابتن احمد جاد اخذ قرار خاص باستبعاد اي مسؤول تحكيمي عن موجود ليه قريب حكم موجود في الدوري المصري انت عارف كده اه عندي علم اه, آه. هو كانت الدنيا ايه برضه كان في ابناء عاملين ولا ايه الموضوع <applause> يعني كل ما انت في... ابنك خلاص بقى موجود حكم كره يد ده كانت خلاص والله اسعدني هو كان حكم كوره اه ما انت قلت لي خلاص ما الراجل مش موجود والله فعشان كده حضرتك ممكن ما كنتش موجود في وقت وقت بسبب ان ابن حضرتك كان موجود لا موجود لا, لا, موجود. لا مش ده السبب والله ده. انا آه. وانا اللي دفعت ان هو يبطل كوره انا يعني على فكره هو بطل كوره وانا رئيس لجنه الحكام اه وسبحان الله انا بتروح آه. محمود في السكة لو كان حكم كورة بيجمع بين كرة القدم وكرة اليد كرة اليد في الهاندبول هو بيتمتع وسعيد جدا مم. روح صحيح اقل شهرة اقل, آه. أقل ماديا انت آه. عندك احمد المحر. أحمد, المحر. احمد الاحمر في رايي الشخصي افضل رياضي عربي في ال 100 سنة الاخيرة مم. أحي... ممكن يمشي في شارع من مش كل الناس تعرفه احمد الاحمر حاجة جميله ده حاجة تانية ده قصة ده حدوثة ده ايقونة رايك في القرار طب يا كابتن انا بقول لك بتاع احمد مجاهد وهاكد برضه ان ابني مش موجود في المجال آه يعني هي هيحرمنا من, من من كتير من والله اه يعني هي هي وتصور هيجي وقت يعني يتغير لان انا برضه حزين ان يكون جمال عبد الله دور وفي المناطق برضه يعني لان القرار هي قد يقصي يمكن حوالي 30 أو 40 أو واحد أنا 30 40 حد مسؤول مسؤول يعني لا تقريبا م. كل الحكام يعني اولادهم قريبين أورا أورا منهم لكن انا ما اقدرش اخلي واحد زي جمال اقول له بطل ابنك ابنه لسه شاب صغير 25 سنه 27 سنه اكيد عنده القرار ده معمول لحد معين يعني لا 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 يعني ما يعني ما, يعني ما, ما اعتقدش كده يعني م. بالشكل ده لكن هو الغرض منه الشفافيه م. لكن وارد نرجع فيه زي عقوبه الشناوي كده م. يعني وارد م. م. طيب بخصوص بقى وانت بتتكلم في عقوبه الشناوي حضرتك شفت لعبتين كانوا في الاسبوعين اللي فاتوا كانوا حديث حديث الجمهور الاهلي ما انت ما عندكش يعني الماده كابتن فاروق فانا يعني لا انا حضرتك تابعت اكيد حضرتك متابع جيد يعني لل 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 لان كان اللعبتين كانوا بالنسبه للفرقتين مهمين جدا هدف ايمن اشرف في البنك الاهلي وتم اه اه احتسابها فاول مش هدف وتعادل النادي الاهلي في الوقت ده وامبارح مباراه الاهلي والزمالك واسوان وكره امام عاشور اللي كانوا بيطالب بيها نادي الزمالك بضرب الجزاء والحكم في الوقت ده ما رجعش للفار هنا في ماتش الاهلي والبنك الاهلي رجع للفار واحتسبها فاول وهنا ما رجعش اصلا او ما راحش للفار ولا حتى الفار كلمه في الجزئيه دي ما ف... رجعش حضرتك تمام هنقف عند اللعيبتين دول مش هنسال حاجه ثانيه عشان ايه؟ لا عندي عندي عندي, عندي حاجات عشان وقتنا برضو يا كابتن قول لي اتفضل اتفضل هو انا سئلت على هدف النادي الاهلي في البنك الاهلي أه. وقلت ان هو آه آه كره فاول فاول انا سالت قلت كده تمام ودي واحده من الحالات الصعبه جدا مم. يعني هي يعني الحاله دي قصلت بحثا فممكن الكلام دلوقتي عنها يعني هيبقى بايت وقتي يعني انا مثلا انا آه. باكد لك ان انا في وقتها قلت بخاف لو دي في نص الملعب تتحسب فاول على ايمن اشرف اه ولو في منطقه الجزاء بتاعه الاهلي وايمن اشرف بيطلع الكوره من 18 تتحسب ايه؟ ركله جزاء اه انا انا باخد بس المفروض ملعب اللي جوه الملعب آه. اللي في نص الملعب هو في, آه. في آه. على فكره كان في واحده شبيهه على نادي الزمالك عشان برضو الناس ما تقولش الزمالك واهلي مم. في جوه داخل منطقه الجزاء الزمالك وما وفي رايي انا قلت انها ركله الجزاء مم. هنا لو المهاجم نجح ان هو يلعب الكرة مم. قبل ما يسند على الخصم خلاص ولا حاجه مم. وبعدين دي هقول لك انا بقر ان دي فاول دي عايزه يقظه انت عارف المثل اللي لك الحرامي بشيلته بشلته ما تستناش شويه وبعدين تروح هنا في صافره في وقتها تمنع الجدل ده كله مم. هو حسب جون هي حسب جون وراجع للفار يعني حسب جون ااا آه احد البرامج عملوا آه عمل مداخله مع حكم انجليزي مم. نقول ولا فيها تمام تمام, تمام. اه احمد حسام ميدو مفيش كابتن حسام طبعا نجم كبير وكابتن احمد حسام زميل جميل آه بيعرف تحكيم احسن مني واحسن من جمال غندور لعيب خلاص ده نجم نجوم مم. هو يقدر يحكم عليه احسن من اي حكم هو, هو ممكن بيقولها كوجهه نظر كلاعب كوره يا كابتن لا هو يعني انا كنت عايز أقول هنا انا مم. على فكره قلتها جون على فكره انا أو. وجهه نظري انها جون والحكم الانجليزي قال انها جون هي مدرسه يا كابتن صحيح يعني هي 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 مدرسه مم. في حاجة حكم لكن انا وفقا لقانون مم. في فاول تمام يعني وفقا لقانونه مم. في سنده في مم. في في في, في دفع اللي تقول لي انت المدافع ما طلعش ما انت حرمتنا تروح انت حرمتني من طلوعك عايز اقول لك برضه في اوروبا بيميلوا للعنف للتلاحم شويه في افريقيا يميلوا للتلاحم شويه لكن وفقا للنص القانون بالشكل ده دي فاول مصر هنا بيأ بياكلوا بسكويت كتير أه يعني ابو لمس شويه الكوره الكوره كابتن طلع امراه كده يعني طبعا لو لو العكس اللي قررنا يبقى كده ال يعني للبنك الاهلي اه جول من وجهه جول لا انا مش انتماء كابتن خلاص والله خلاص خلاص هطلعك برا هطلعك دي هطلعك برا دي <applause> نروح لتاعه الزمالك نروح لتاعه الزمالك لو معاكم الصوره يا جماعه بس هاتوها الكابتن اه دي يعني دي دي انا بلوم الحكم فيها قوي اه ما راحش للفار لا 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 انا مش محتاج اروح للفار وبعدين لو وسعت الكاميرا هنا الحكم كان واقف على بعد خطوات وما كانش في اي زحمه قدام منه تحجب عن الرؤيه دي حاله سهله انا بلوم حكم ماتش كمين في ماتش هنا محمد يوسف محمد يوسف مم. يعني من الحكام الصاعدين كان بيجري كويس جدا لياقته بدنيه عاليه قريب بيحسب نص اللعب كويس انا اتنسب لي حاجه هنا برضو تصريح ان انا قلت ان يوسف ما حسبش دي عشان حاجات خارجيه لا انا برضو سئلت في احد الفضائيات على اللعبه دي وقلت انه ما حسبش وبعاتبه لانه قبليها في لعبه شبيهه شويه ناحيه الزمالك واتصور اللي انت السؤال اللي انت سالته لي في بدايه الحلقه او بداية الفقره الحكم لما يوازن مم. قد ده اللي انا اقصده قد يكون فاروق حاسس في دماغه ان في حاجه ثانيه ناحية الثانيه ف دخل دي دي ودي النقطه اللي انا اعتب عليها ونصيحه لكل ولادنا الحكام ارمي ورا منك اي خطا مم. لو لما كان نادي قوي نادي ضعيف ما لا 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 آه. ما فيش قوي ضعيف مم. بص انت في كل الاحوال الناس غضبان عنك مش هترضى عنك تمام اه مم. يعني في كل الاحوال مش هيرضوا عنك مم. اللي انت شو اللي لو اخطات وحسيت ان انت اخطات ومعرفش اتصلت لو اخطات انسى وتعامل مع جديد اللي انت شايفه حسبه دي لعبه سهله انا بلعب عليه محمد يوسف مم. لكن هو والحكام الصاعدين كويسين اللي عنده جاي احسن ان شاء الله تمام طيب عندي فقره صور كابتن عندنا صور لحضرتك يعني آه نقدر آه حضرتك تعلق عليها في 15 ثانيه عشان نلحق نخلص حلقتنا لان حلقه ممتعه وانا عايز اقعد حضرتك لان عندي كلام كتير عن الاداء في الفتره اللي جايه ايه اللي ممكن يحصل للتحكيم عشان يتحسن لو احنا بنتكلم ان مش 100% انت بتوصل لل100% لكن نوصل حتى لل 80 90% يا كابتن لكن الموضوع لا 80% قليل لا طب احنا دلوقتي كام يا كابتن في الميه لا, لا انت اللي بتقول 80% عندك 20% اخطاء دي كارثه يعني احنا دلوقتي واصلين لكام تخيل انت الحكم بيقول واصلين لكام في الميه يا كابتن الحكم بياخد كام قرار في الماتش يا فاروق كتير قد ايه مثلا نقول 1000 2000 ماشي ماشي طيب يعني لما تلاقي عندك مثلا خطا, خطأ او اثنين في ماتش لا مستمرش انا موضوع مش بتكلم في ماتش واحد انا بتكلم في انت عندك عدد من المباريات فانا بكلمك على قدر المباريات كلها كابتن لا انا شايف النجاح الحكام افضل من كده كام كابتن اديني نسبه لا دي دي تحديدا ما تقالش عليها نسبه يعني دي تحديدا خدها فاروق بس عايز اقول لك حاجه الحالات دي انت عارف يعني اللعبه دي اللي قلبت الدنيا بتاعت الزمالك امبارح لو زمان خطف جول خلاص ما كناش احنا ما كنتش انت جاتيني النهارده هنا تمام يا يعني يعني بتاعت النادي الاهلي اللي مصر كلها وقفت على رجليها فيها مم. لو الاهلي خطف جول كان خلاص الموضوع انتهى صح اغلط بص ما دي للاسف يعني الحكم يغلط زي ما عايز يغلط تمام الكبيرين يحصل لهم حاجه الدنيا توقف طيب. لكن لو النتيجه احيانا تغلط والنتيجه تعدي عادي اه على حسب نتيجه المباراه طيب صح. ناخد فقره صوره كابتن سريعا مع حضرتك اول صوره مع حضرتك كابتن الكاميرا بتاعت حضرتك هنا حاضر كابتن جمال غندور تقول له ايه في 15 سنة يا كابتن جمال اخ وصديق و... و... وعالم كبير الناس دلوقتي قلت يعني م. تمام يعني عالم كبير, كبير يعني تمام. بطولات الدنيا والاخره الحقيقه تمام طيب الصوره آه. طيب. اللي بعدها كابتن عصام عبد الفتاح يعني اخ و... واسم تاريخ كبير على المستوى العربي والافريقي وبقالي كتير ما شفتوش لكن برضه ربنا يجمعك طيب السوره اللي بعدها كابتن ابراهيم نور الدين ابراهيم نور, نور مشي بخطوات سريعه مم. ده عضو البرلمان القادم اه ماشي يا كابتن ابراهيم ماشي البرلمان السابق <applause> بيقول لك انت عضو <applause> البرلمان القادم طيب كابتن محمد يوسف حكم مباراه الزمالك واسوان محمد يوسف اللي تشوفه حسين محمد ونفس الخطا اللي احنا كنا بنقع فيه كان في خبر ان هو كابتن تم ايقافه كان لك خبر مش متاكد وهو ممتل... هو ما طلعش بشكل رسمي مش متاكد من صحته لكن هو العرف ان انك انت عقوبات حكام لا, لا, تعلن لا يعني. يعني. اه لكن بي. محمد يعني حتى لو عندك حته كلنا احنا كان عندنا حتت كثيره تمام كابتن محمد عادل حكم امين جدا وحكم خلينا بس ننوح على حاجه انا في مقاله النهارده م. ان ده واحد ضباط شرطه المرموقين ضحى ب دفع ثمن غالي جدا حبا في التحكيم محمد ده ممكن يكون نشوفه مدير امن أه والله اه يعني ظبط جميل معروفه اكيد وحكم امين لا بعد حدوث. تمام احسن حكم شافه في الموسم ده كابتن حتى الان من وجهه نظرك مش مركز اول حقيقه م. لكن لا مش يعني حقيقه من م. طب قول لي اسامي كده عشان كابتن امين عمر احمد أم الغندور امين غايب كتير بقى كتير قوي وكابتن جهاد جريشة موجود جهاد جهاد استوى مش خبرة استوى يعني تاريخ ما تحسبوش من دن دول اه ده ده رئيس لجنه آه عاشور برضه نفس الشيء يعني آه آه نضج مم وبعدين الحكام اللعيبه بتثق في امانته ودي نقطه مهمه جدا يا كابتن فروق ان انت لازم تبقى مقتنع زي اللعيب اللعيب لو مش مقتنع بالمدرب ف اللعيب برضه لو مقتنع بالحكم او مش مقتنع بيه صحيح لكن عاشور أه تمام يا أه استوى تمام نورتنا شرفتنا يا كابتن والله انا سعيد 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 ربنا يخليك و... يعني الحلقات بالنسبه للتحكيم ما بتنتهيش احنا لسه في الاسبوع العاشر لسه عندنا اسابيع كتير جدا هنلاقي جدال في جزئيه التحكيم نبقى اتنورنا فيها كده كابتن اشكرك ربنا يخليك كابتن رضا البلتاجي طبعا نجمنا ونجم التحكيم السابق والحكم الدولي السابق والبرلماني ايضا السابق كابتن رضا البلتاجي بنبسط بيه جدا ومبسوط النهارده بتواجده معانا خلينا اكيد مستمرين معاكم في البريمو كانت حلقه شيقه كابتن مشير عثمان كان موجود معانا في الفقره الاولى وكابتن رضا طبعا شرفنا ونورنا في هذه الفقره ايضا بكره حلقه جديده من البريمو وتصبحوا على خير